سورة الفاتحة، نقرأ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، بالجمع. ولم تكن الآية إياك أعبد. لماذا؟ حتى نجتمع على عبادة الله، نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، ولا نفترق. لابد أن نكون أمة واحدة. من الأمور التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع للافتراق. ولهذا نقرأ في كل يوم: إياك نعبد، نعبد ربا واحدا سبحانه وتعالى، شريعة واحدة، نبي واحد عليه الصلاة والسلام، قبلة واحدة، أمة واحدة، نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم.